ميسي كان يملك برشلونة ويبقى الأفضل في العالم. ميسي الأفضل في جميع جوانب كرة القدم، إنه الأفضل على الإطلاق. ثناء لا يتوقف من زملائه السابقين، وعلى أرض الواقع تخبط كبير يعيشه البرغوث الأرجنتيني منذ وصوله لباريس سان جيرمان بداية الموسم. فالتصريح الأول أطلقه الأرجنتيني بابو غوميز دفاعا عن مواطنه، أما الثاني فخرج به لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونغ معبرا عن امتنانه للاعب بجوار ليونيل. أما ليونيل نفسه فالأوضاع لديه ليست بالجيدة، خصوصا بعد المباراة الأخيرة لفريقه في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حيث وضع الأرجنتيني ركلة جزاء أمام الحارس كورتوا لتنهال عليه الانتقادات من مشجعي النادي الباريسي، خصوصا أن النادي يطمح بشكل رئيسي للظفر بذات الأذنين وذلك بمساعدة ليونيل مع كوكبة من أبرز نجوم الساحرة المستديرة التي يضمها الفريق. فماذا يحدث مع ميسي في باريس؟ وهل انتهى عصر ميسي فعلا؟ قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة فقط، فاجأ ليونيل ميسي عشاق نادي برشلونة ومحبيه شخصيا بقرار رحيله عن النادي الكتالوني بعد سنوات من التألق والألقاب. وأوضح النادي حينها أن أسبابا مالية حالت دون التجديد للاعب الأرجنتيني، ومنذ الإعلان كانت وجهة ليونيل معروفة للجميع وتحديدا إلى عاصمة النور باريس، حيث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حاول قبل عام التوقيع مع ميسي لكنه فشل. وسبق له أن خطف النجم البرازيلي نيمار من برشلونة بصفقة خيالية. وصول ليونيل للبي اس جي لم يقل صخبا عن خبر رحيله عن النادي الإسباني، حيث تحول كل أنظار الإعلام إلى النادي المملوك قطريا، خصوصا أنه انضم للفريق مع وجود نيمار ومبابي فيه. وتزامن ذلك مع وصول كل من راموس ودوناروما وحكيمي للنادي الباريسي، ليطلق الإعلام لقب نادي الأحلام على باريس سان جيرمان، كونه بات يضم كوكبة من أشهر نجوم الساحرة المستديرة في أوروبا. وعلى عكس ما توقع الجميع في عاصمة النور، لم يظهر ميسي ذاته الذي كان في برشلونة. فليونيل الذي عود الجماهير على الأهداف الكثيرة والتمريرات السحرية لم يظهرها في باريس كثيرا، حتى وصلت الأمور بالمدرب بوكتينو بتغيير ليونيل في بعض المباريات بسبب الأداء الضعيف منه أحيانا. أداء ميسي المختلف عن برشلونة سلط الضوء أكثر حول حالته مع النادي الباريسي، وبات مادة دسيمة للإعلام بعد كل مباراة، مع العلم أن ليونيل تلقى أكبر راتب في نادي باريس سان جيرمان يقدر بأكثر من 24 مليون يورو سنويا، ما يجعل عملية انتقاده سهلة في ظل راتبه الضخم. فبعد نهاية أكثر من نصف الموسم مع الفريق الباريسي، سجل ليونيل ميسي 7 أهداف فقط، وصنع ذات العدد من الأهداف خلال 21 مباراة شارك فيها مع الفريق. ذلك كله يتزامن مع بريق اسم كيليان مبابي في ذات الفريق، الذي يزداد الحديث عنه أكثر وأكثر في كل مباراة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه وأهدافه الحاسمة للفريق بشكل متكرر، والتي كان آخرها أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة من المباراة ليتوج بلقب رجل المباراة متفوقا على ميسي وغيره. وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه الأرجنتيني خلال اللقاء، لكن إضاعته لركلة الجزاء وجهت السهام ضده بشكل مباشر. إيمانويل بيتيت نجم كرة القدم الفرنسية السابق قال بعد اللقاء جملة أشعلت وسائل الإعلام عن حالة ميسي، إذ قال: لا أريد المقارنة بين ميسي ومبابي، لكننا نشاهد في الأشهر الأخيرة موت ملك وظهور ملك آخر، وذلك في إشارة لتألق مبابي بشكل كبير وتراجع مستوى ميسي. عشاق ميسي يرجحون سبب تراجع ليونيل لغياب الشغف الذي كان لديه خلال لعبه مع برشلونة، حيث لطالما قال عن برشلونة بأنه نادي حياته دائما، وأعلن بعد رحيله أنه لم يكن يريد ترك النادي أبدا، لكن الظروف هي من أجبرت. وأنت وبعد الأداء الذي شاهدته من ميسي مع باريس، برأيك هل تراجع مستوى البرغوث وانتهى زمنه، أم أن المشكلة في النادي الباريسي والشغف؟